First to eat all the hot dogs wins a big prize! We're gonna win this for sure! No cheating, I guess. Guess we'll have to do it the old-fashioned way. زيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم حلقه جديده من قناه ميجا جيمنج، والنهارده لعبه الحراميه بالتحديث الجديد يا جماعه. طبعا زي ما احنا مكملين في الالعاب الاندرويد والعاب البي سي، يلا بينا كده نبتدي نشوف الملعب. بس قبل ما نشوف الملعب محتاج منكم تدعموني بلايكات كتيره جدا عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات، ولو انت اول مره تشرفنا على القناه ما تنساش تدوس اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بقى نشوف بقى المحل اللي هم عاملينه في الجنينه. ايه ده بيبيعوا ايه ده؟ وميه وعصاير وسندوتشات. ايه دي؟ ده كاتبين سندوتشات هوت دوج. ايه ده هم عاملين حفله لنفسهم ولا هم هيبيعوا سندوتشات؟ هوت دوج ايتينج سندوتشات. لا ده الموضوع شكله كده في ان هم طردوني من البيت بعد ما اهلي سافروا وعايزين يقلبوا البيت باللي فيه. مش تعالوا بس ناخد النجوم ديت وكان زايا. لازم طاقة كده وانرجي عشان اليوم شكله هيبقى طويل قوي معاهم. نفتح بس الباب كده ونخش. اطلع بس انت اول واحد. ده انا هجننكم. هنشوف بس هعمل ايه في السندوتشات دي. انت طلعت؟ طب يلا ناخد الشاكوش بس كده. نجمة تانية. الله ده بيرحبوا بيا. تشوف طبعا التحديث ده لسه نازل منزلش حتى على المتجر بتاع جوجل بلاي. اشرب بس الكنزاية. اشرب بلع شكل يومنا هيبقى طويل. نروح فين تاني؟ نجمة تاني. الله اكبر. طبعا هم عايشين في مية البطيخ ولا شافوني. اديني المطبخ بقى. ايه في المطبخ بقى محتاجينه؟ مفيش اي حاجه من المطبخ هنحتاجها. نفتح كده الثلاجه. ايه ده؟ في تورته كده هيحلوا بيها بعد الاكل. الله كان زي ونجمه. مفيش اي حاجه في المطبخ شكلنا كده هنحتاجها في السندوتشات. ماشي طب يلا بينا بقى نخرج نستكشف مكان بقيه المكان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض ده بيجري ورايا. والله العظيم ما خدت بالي منه. اجري يا ميجا. اطلع بره البيت بسرعه. اجري يا ميجا. هو بيجري كده ليه ورايا مع انه هو الحرامي مش انا؟ المفروض انا اللي اجري ورايا مش هو اللي يجري ورايا. ماشي يا ميجا. لف كده يا ميجا. لف لحد ما يخش. وش ده انت بطيء. مفيش نجوم؟ في واحدة بس هنسيبها. طبعا التحديث ده نازل منه حلقتين، الحلقة ديت والحلقة الجاية. نشوف بقى ايه هنعدي المهمة دي ازاي. احنا عايزين نخش الجراج. هو انا ازاي ما خدتش بالي ان في جراج؟ ده من اساسيات اي حاجة بعملها في البيت بخش بيه. ماشي ده دخل البيت خلاص وقفل الباب. ماشي نروح بقى. وطلع كمان. اوعى تقول ان ده في الجراج. مش عارف. يا نهار اسود. ايه ده خرج من الجراج والباب مقفول. ده خارج. ده عدى من الباب. طب ازاي؟ ده خارج والله يا جدعان. ده خرج من الباب كده عدى الناحيه الثانيه. ايه ده؟ طب وبعدين محتاجين نخش الجراج. انا مش عارف في ايه. لا وموزعين نفسهم كل واحد في اتجاه. تحسوا ان هم متفقين عليا اللي هو ايه، احنا لو شفنا ميجا هنخطفه. ماشي هتروح فين؟ ايه ده هو ازاي بيخش غريبه قوي بيخش الجراج والباب مقفول. طب يعديه. طب ايه تفضل واقف جوه الجراج كتير. اهو زميله جه. ده كمان ده صاحبه كمان طلع. وبعدين بقى عايزين نشوف لها حل. عايزين نشوف لها حل. طب انا عندي
عندي فكرة كده صغيرة ممكن نعملها. انا الف اخليه يجري ورايا واخش انا الجراج بسرعة. طب تعالوا كده نجرب. احيانا اللعبة دي بتبقى محتاجة تشغيل دماغ اكتر من المهمة اللي هنعملها. افتح كده. تعالى. ايوه تعالى ورايا بقى. تعال. انا توهك وهجيلك. ايوه اجري ورايا. بس الحمد لله خرج من الجراج. اروح بقى انا الجراج. روح الجراج بسرعة. يا نهار ابيض، التاني خرج من الجراج جالي. يخرب بيكم يخرب بيكم. اروح منكم فين؟ انا بخرج من واحد الاقي التاني في وشي، اجري واحد الاقي التاني في وشي. ده انا نفس انا اللي اتقطع. الطاقة بتاعتي قربت تخلص. اخلصوا. ماشي، واحد في الجراج والتاني حوالين البيت. طب تعال انا هسحبك تاني. تعال بقى تعال تعال، يلا اجري ورايا اجري ورايا اجري ورايا. يلا ده الاتنين بيجروا. يا نهار اسود، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. اروح فين طب منهم؟ يخرب بيكم. اجري يا ميجا بسرعه، اجري يا ميجا، اجري يا ميجا، مفيش وقت. يخرب بيكم الاتنين بيجروا ورايا. افتح. يا نهار اسود، مش وقت، مش عايز اخش من هنا. اجري يا ميجا بسرعه، الاتنين بيجروا. الله يخرب بيكم، اروح لكم فين؟ خش من المطبخ بسرعه، الباب المفتوح قدامي. طب ايه، مفيش حد في الجراج؟ الحق اروح الجراج. ده لو في كنز في في الجراج مش هيعملوا معايا كده. في حد؟ ربنا يستر. الحمد لله، بس كل اللي انا عايزه المنشار بس. نطلع بقى كده. انتوا فين بقى؟ ايوه انا عايزكم بقى تخشوا البيت او تقفوا في الجراج. يلا ميجا. لا حرامي لماح. يا نهار اسود، ده في المطبخ. اجري بسرعه يا ميجا، اجري بسرعه. اروح منكم فين؟ افتح، مش وقته. المفترض انه ايه، مفيش حد. اروح اعمل المقلب، يا رب ما يشوفوني بقى، انا تعبت. يخرب بيتك، ده واحد بيجري ورايا. يا نهار اسود، اروح لكم فين؟ لا لا لا، الموضوع كبير كده يا جماعه، الموضوع كبير مني، مش عارف اسيطر عليه. ادينا طلعت بره البيت. بس هما الاتنين بيجروا ازاي؟ كانهم متفقين عليا. يلا ميج. كل ده عشان اعرف اجيب المنشار من الجراج. يا نهار ابيض، قصة حزينة. رايحين الجراج ولا هما هيطلعوا البيت؟ هنشوف. افتح الباب كده. في واحد قصير ماشي قدام. لا ده واحد تقريبا رايح الجراج والتاني داخل البيت. اه واحد في الجراج والتاني في البيت. افضل بقى واقف في الجراج، هو مش فاهم واقف بيعمل ايه. مستوعب اهو، الطاقة خلصت عليكم. ماشي، بصوا بقى نركز بقى في اهم حتة. ادي المنشور هنا. ايوه ناخد السندوتشات هنحطها هنا. المفروض ناخد الحاجات دي، مش عايزة تتاخد ليه؟ اه دي في حاجة، ده احنا محتاجين مفتاح ليها. فين بقى؟ اه اهي الصمغ والمفتاح. ماشي نركز بقى بسرعة قبل ما هما يجوا. هات المفتاح، نشغل العلبة ديت. بس فتحنا الكرتونة، طلعنا أول واحدة. لا مش عايزين نستخدم، هنستخدم دي. هما تلات حاجات استخدمنا دي، نحط بقى هنا وهي هتتحط الناحية التانية لوحديها. ماشي هنحط بقى اللي معانا هنا. شطة دي ولا ايه؟ تقريبا ناخد بس التلات علبة. حط كده، ايوه بقى تتحط لوحديها. حلو قوي، خدنا الطبقين. هات بقى السمغ نحطه هنا يا جدعان. بعد كده نحط الاطباق بس، والمقلب خلص. ده المفترض. عايزين بقى نشوف بعد ما هياكلوا التجربة العجيبة والمقلب الحلو اللي انا عملته فيهم هيبقى عامل ازاي. يطلعوا لي بس من البيت. Thank you.
وبكده نكون خلصنا المهمة. اشوفكم في الحلقة الجاية. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل اصحابكم.